بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 40 حول موضوع الفايبريو. في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل حنتعرف على حنتكلم بالذات على الفايبريو كولري، وحنتكلم على الجنرال فيتشرز وعلى المورفولوجي وعلى الكلتشر، ثم الباثوجينيسيس واللاب دياغنوسيس والتريتمنت اند البريفنشن، وحنتكلم على طريق على الاذر سبيشيز نسميه الفايبرو بارا هيموريتيكس. اولا قضيه اسم كلمه فايبريو. فايبريو كلمتها منه انه لان معاها موتايل، فبالتالي حركتها بتكون حركه تموجيه، ومن هنا اسمها باللاتيني كده اسمها فايبرو، يعني البكتيريا اللي بتتحرك حركه تموجيه. الجنرال فيتشرز اللي لها، اول جنرال فيتشرز انها جرام نيجاتيف كيرفد اور كوما شيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنها هايلي موتايل، معها سينجل بولر فلاجيلم، وبالتالي هايلي موتايل. والنقطة الثالثة إنه هايلي إيروبس، يعني بتحب الأكسجين بشكل كبير، وبالتالي لما ننميها على ميديال الكلاين بيبتون ووتر بتكون الجروث على السيرفيس. النقطة الرابعة في الجنرال فيتشرز إنها بتعمل ريدكشن للنايتريت إلى النايترايت. النقطة الخامسة إنها بتعمل فرمنتيشن للشجر وذ أسيد أولي. النقطة السادسة إن كمان معها أكسيديز وبتطلع أكسيديز بوزيتيف. النقطة السابعة والمهمة جدا، هذه البكتيريا أو جينس الفايبرو بالذات الفايبرو كولري بتحب الألكالاين بشكل كبير، وكلما كان الوسط ألكالاين بتنمو فيه، وبالتالي الأسيد بيعملها ديستراكشن. طيب تعالوا نشوف المورفولوجي عند الكلاسيفيكيشن. المورفولوجي زي ما قلنا هي جرام نيجاتيف كيرفد او كوما شيبد، اكيد موتايل نان كابسوليتد ونان سبور فورمينج. دي الحركه حقها يمكن ما تبانش مع التصوير، لكن حتشوفوها ان شاء الله في البرزنتيشن. حركتها بيسموها ديرتينج موتاليتي، حقها عمليه الحركه بالنسبه لانها معها سنجل بولر فلاجيل. الكالتشر بالنسبه للسبيشيز الفابريو كولوني بتنمو اول شيء على الالكلاين بيبتون ووتر اللي هو فيه زي ما قلنا الكلاين، وهي بتحب الالكلاين من 8 ل 9، فنجيب الكلاين ونروح نطرحها فيه. اكيد احنا قلنا انها هايلي ايروبيك، حتنمو على السيرفيس ويتكون كده طبقه يسموها سيرفيس بيليكان، وذن 8 اورز يعني خلال 8 ساعات حيكون عمليه الطبقه دي موجوده على السيرفيس. ليش؟ لانها هايلي ايروبيك. النقطه الثانيه نعملها سب كلتشر من السيرفيس دي حق البيليكلز اللي حصلت، نروح ننقلها الى طبق سيلكتيف ميديا نسميه ثايوسلفيت ساتريت بايل سكروز اجار، ونعملها انكوبيشن فور 37 ديجري سنتيجري فور 24 اورز. لها مين كاركترز؟ انها بتستطيع انها تستهلك السكروز، فبالتالي حتطلع الكولوني زي ما انتم شايفين يولو كولوني، لانها عملت سكروز فيرمنتر. الكلاسيفيكيشن حقها فيري سمبل. الفايبريو كولوري في منها 139 نوع، ولذلك لما نقول او اللي هو سوماتيك انتيجين 139 نوع. اللي يهمنا حقيقه هم او 1 وكمان او 139، البقيه ما يهموناش. حتى 139 حقيقه بيعمل مايلد، وبالتالي ما بنهتموش بشكل كبير. لكن الاو 1 لهم عمليه تو بايوتايبس، الكلاسيكال والالتور. طيب طبعا هنا التقسيمه كلها حول الاو انتيجين، الاتش انتيجين شير في الكل، ما فيش فيه اي تغيير. الفايبريو كولري زي ما قلنا الاو 1 والاو 139، الاو 139 زي ما قلنا لانه مايلد فما يهمناش. الاو 1 اللي هو بينقسموا الى كلاسيكال والى التور. التور جاء من قضيه جبل الطور، بس هم لانهم اجانب يقولوا عليها التور، لانه كانوا الحجاج يجوا وكانوا يعملوا عمليه تفتيش في نقطه في جبل الطور، عشان الحج يعتبر موسم من بحكم الزحمه ممكن تنتقل فيه الامراض، وكانت الكوليرا يومها بتنتقل بشكل كبير. فكانوا تفاجئوا الناس انه في يعني او 1 لكنه يختلف في بعض البايوكيميكال رياكشن على الكلاسيكال، فسموه التور، لكنه يظل في نفس التقسيم هو او 1. لذلك الخلاف بين الكلاسيكال والالتور هو في البايوتايبس. النقطة الثانية انه كلاهما الكلاسيكال والالتور لهم 3 سيروتايبس اللي هما انابا والايجاوا والهيكوغوما.
اذا في 3 سيروتايبس، الانابا وايغاوا والهيكوجاما، يسموها هيكوجاما. طبعا كلهم دول بيؤدوا الى ديزيز اسمه كوليرا. طيب كيف بيحصل الباثوجينيسيس؟ اولا تعال نشوف الفيرولنس فاكتورز. اول فيرولنس فاكتورز مهم في قضيه الديزيز الكوليرا او البكتيريا اللي بتعمله اللي هي الفابريو كوليري، اللي هو النمبر اللارج نمبر. تخيلوا هنا عشان ينصاب الانسان ضروري مليار بكتيريا تصيبه، وبالتالي لو في اي بكتيريا قليله ما تحدثش اصابه. ليش؟ لانه البكتيريا دي حتوصل للمعده، والمعده فيها محرقه ال HCL، فبالتالي مش حيتاثر الشخص الا اذا كان العدد كبير اللي هو المليار او العشرة او التسعة. خلي جزء منهم يموتوا في المحرقه والجزء الثاني يكملوا مسيرتهم ويحدث الديزيز. النقطه الثانيه ان البكتيريا دي معها الميوسينيز. الميوسينيز ده بيروح بيعمل ديزولف للجلايكوبروتين اللي بيحمي بيعمل كفرنج للانتستين، فبيروح بيعمل له ديزولف عشان يخلي الريسبتور ظاهره لقضيه الاورجانيزم، فبالتالي ده بيعمل هيلبنج للادهيرنس. النقطه الثالثه انه في معاها البكتيريا دي الانتيروتوكسينز اللي هو هيت ليبل، وزي ما اتفقنا هو شبيه بالانتيرو توكسوجينيك اشليشيا كولاي. هذا التوكسين هو عباره عن 5 سب يونت بي و اي 1 اي سب يونت، فزي ما انتم شايفين في 5 بي سب يونت وال 1 الاي سب يونت. فالبي من اسمها بايندينج، تلتصق على الخليه وتمكن الاي من الدخول. لما يدخل الاي يعمل اكتيفيشن للادرينالين سايكليز. لو ما يعمل اكتيفيشن للادرينالين سايكليز هيحول الاي تي بي الى عمليه التشام اللي هو سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، فهيحصل سكريشن للفلويدز بشكل كبير، وبالتالي هيحصل سيفير دياريا. او الانكوبيشن بيريد حقه من يوم الى 4 ايام. طبعا سميت ديزيز كوليرا لانه الستول بيكون يلو او زي البايل، فسميت كوليرا لانها اسم اللاتيني. لما نشوفوا اللي عنده الستول زي اليلو او البايل فيسموه كوليرا. طيب كيف الباثوجينيسيس خطوه خطوه؟ ينتقل بالفيكال اورال روت اكيد. النقطة الثانية انه الاورجانيزم ذا حيوصل حيحصل له اتاتش في المايكروفيلاي في الانتستين، وبالتالي لو ما يحصل له اتاتش في المايكروفيلاي حيحصل انه يحصل له مالتيبليكيشن ويطلع الانتيروتوكسين. لو ما يطلع الانتيروتوكسين، وبالتالي هو الفيرولنس فاكتور الاساسي، لو ما يطلع الانتيروتوكسين حيكون في النهاية التشامب اللي هو السايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، وبالتالي حيحصل سيفير دياريا. ولذلك البيشنتس ده هيكون عنده سيفير فوميتنج، الوتري دياريا، ولذلك الوتري دياريا كاركترستيك يسموه رايس ووتر ستول، يعني كانه زي ما تجيب رز وتغسل الرز كانه غسيل الرز، ولذلك يبان كانه اصفر، ولذلك من هنا سموه عمليه الرايس ووتر ستول. انكوبيشن بيريد زي ما قلنا من يوم الى 4 ايام. بيحصل طبعا سيفير ديهايدريشن بيؤدي الى ميتابوليك اسيدوزس، وبعدين يحصل عمليه الوفاه. لذلك المهم هنا في القضيه في الدايجنوسيس، الدايجنوسيس عشان نشخص عمليه الكوليرا لابد انه في مرحله نسميها البرايمري كيس، البرايمري كيس اللي هي في منطقه ما هيش انديميك. اول حاله مثلا تعلم، فلا بد لها من خطوات، لابد ان تتم هذه الخطوات حتى نقول انه فعلا في قضيه حاله كوليرا. اولا العينه السبيسمن بالتاكيد ناخذ الفريش رايس ووتر ستول. النقطة الثانية نعمل الكلتشر، بالتأكيد حنعمل أول حاجة على الألكالين بوبتون ووتر، وبعدين ننتظر 8 ساعات حتتكون ما نسميها زي ما قلنا بالسيرفيس بيليكل موجودة على السيرفيس. نأخذ من السيرفيس بيليكل دي ونعمل سب كلتشر على الطبق اللي هو سيلكتيف ميديا. بعد ما نعمل على سيلكتيف ميديا نعمل انكوبيشن 37 ديجري سنتيجري فور 24 اورز. حتظهر لنا زي ما قلنا اليولو كولوني لانه حصل الساكروز فيرمنتر. بعد كده حنروح نشوف عمليه الايدنتيفيكيشن، ظهرت الان كيف حنتاكد ان الكولوني دي اللي طلعت صفراء، كيف نتاكد ان فعلا هذه الكولوني خاصه بالفيبريو كولري. اول حاجه نعمل الوتا ماونت، نروح نجيب الستول اللي هو الوتري دياريا ونعمل له ميكسينج، ممكن نحط نخلط شويه بصلاين، حيحصل الديرتينج موتاليتي اللي هي نسميها مثلا زي حركه لانه سنجل بولر، فبتكون حركتها حركه تموجيه، فيسموها عمليه يسموها الديرتينج موتيليتي. هنا طبعا دي بالويت اماونت، نشوف فتحت الميكروسكوب حركه اللي هي حركه الفايبرو كولري. ممكن نعمل جرام ستيننج ونشوف اللي هي جرام نيجاتيف الكيرفد اور كوما شيب.
النقطة الثانية ممكن نعمل أكيد من الكل نروح نعمل أوكسيديز تيست، هتعزل هتكون أوكسيديز بوزيتيف، وبالتالي دي واحدة من الكاركترز لها. بعد كده نروح نعمل عملية الشوجر فرمنتيشن، الفايبريكولري تستطيع أنها تعمل فرمنت للجلوكوز وللمالتوز وللمانيت وللسكروز مع برودكشن للأسيد أونلي. بعد كده كمان نعمل من ضمن البايوكيميكال رياكشن نعمل عملية الإندول، وحتطلع الإندول بوزيتيف. ممكن لو حبينا نكمل بنظام اللي هو الاناليتيك بروفايل اندكس، لكن احنا الى هنا ممكن نروح فقط نعمل الكونفيرميشن، كيف نتاكد فعلا. فنروح لابد عشان نعمل نتاكد لابد نعمل سيرولوجيكال تيست، وهذا السيرولوجيكال تيست هي الكونفيرميشن. كيف بنعمل سيرولوجيكال تيست؟ نروح نجيب عمليه اللي هي عمليه البكتيريا اللي طلعت ونعمل لها سسبنشن على السلايد، وبالتالي نروح نجيب الانتي بوديز مون كل الانتي بوديز للانتي او 1 والانتي او 193. فاذا حصل اجلوتينيشن نقول اذا فعلا هذه 100% هي عمليه فيبريو كوليرا. هذه نقطه لابد ان تتم في اول حاله، وما يمكنش ان احنا نعلن لاحد انه في كوليرا الا اذا عملنا الكونفيرميشن بالسيرولوجيكال تيست. في نقطه مهمه، كيف نفرق بين الفيبرو التور والفيبرو كوليري؟ في الفوكس بروسكار التور بوزيتيف، لكن في الفيبرو كوليري نيجاتيف. الريزيستنت للبوليمكسين بي كانتي بايوتكس الفيبرو التور ريزيستنت، لكن الفيبرو كوليري سنسيتيف. الهيم اجلوتينيشن للتشيكن ار بي سيز، يعني هل بتستطيع البكتيريا انها تعمل هيم اجلوتينيشن ولا ما بتستطيعش؟ التور تستطيع لكن الفيبرو كوليرا ما تستطيعش. في اخر حاجه ريزيستنت لللايسس للكوليرا فاج، يسموه الكوليرا فاج 4. طبعا اللي بتكون فيه ريزيستنت بتكون التور ريزيستنت، لكن بالنسبه للفيبرو كوليرا ما هياش ريزيستنت. النقطه المهمه جدا انه الديتكشن الجرام نيجاتيف في الستول كافد، ما يمكنش انه لابد يكون في كونفيرميشن باي بايوكيميكال رياكشن وباي سيرولوجيكال تيست. وحنعرف ليش بعد شويه لما نتكلم على الكمبيالوباكتر، لانها كمان هي كمان كيرفد، فاحنا عاوزين نتاكد هل الكيرفد ده هو كمبيالوباكتر ولا عمليه الفيبريو. التشخيص الثاني في حاله لما يكون في سكندري كيس ديورينج اي ابيديميك، في وباء موجود هنا، لما يكون خلاص قد في حالات كوليرا في كل مكان، ما عاد نعملش هذيك السكه الطويله كلها، خلاص كل ما في الموضوع نشوف الميكروسكوبك اكزامينيشن. فحنشوف عمليه اللي هي الكوما شيب باسل لاي مع الحركه حقها الكاركترستيك موتيليتي، نروح نجيب الانتي او. فاذا حصل اميوبلايزيشن توقفت الحركه على طول، دي هذه على طول كوليرا، فدي تتم على طول within second، وبالتالي حنختصر لانه عاوزين نشخص عشان الناس تروح العلاج، لانه زي ما عرفنا في الباثوجينيسيس الديزيز ده مميت. بالنسبه للتريتمنت ايش اللي بيحصل فيه؟ اكيد اول نقطه في التريتمنت اللي هو الفلويد كوركشن، هذه النقطه الاساسيه، لانه ده حيروح البيشنت ميتابوليك اسيدوزس، فلا بد من تصحيح الفلويد كوركشن. النقطه الثانيه تتراساكلين يعتبر هو الموست افكتيف وهو دراج اوف تشويس، وان كان بدا الان في بعض الامرج لسم دراج ريزيستنت للتتراساكلين، لكن يظل هو دراج اوف تشويس. البريفنشن، كيف نعمل بريفنشن للكوليرا؟ اكيد اول حاجه لابد في هايجينيك ميجرز، لابد في هاند واشين، في قضيه انه البروبر سوج تريتمنت يعني معالجه المياه الصرف الصحي، ثم ان المياه لابد يكون في كلور في المياه حتى نحد من الاصابه بالفايبرو كوليري. كيمو بروفلاكسس، الناس المحيطين الناس الاكسبوزد بيرسون نروح كمان نعطيهم تتراساكلين كوقايه او كحمايه لهم. الفاكسينز حقيقة موجود فاكسينز، لكن عيب الفاكسينز اللي موجود هو فقط مدته شورت تايم، فقط لمدة 6 أشهر. في فاكسين قديم جاء اللي يسموه الكيلد كولرا فاكسين أو يسموه كولز فاكسينز، ده بيعطى انترا ماسكولر، والمشكلة ذا إن الفاكسين ده أجينست البكتيريا، ومشكلتي مش مشكلة البكتيريا، مشكلتي مشكلة الانتيروتوكسين. فده الفاكسين في وادي والمشكلة حقي أنا في وادي آخر، فهو نون افكتيف بالاضافه لانه زي ما قلنا 6 شهور. الفاكسين الجديد اللي جابوه اللي هو الاورال فاكسين اجينست البي سابيونت، مش احنا قلنا ان في 5 سابيونت وفي اي سابيونت، لو احنا عملنا منع للفايف سابيونت اللي بتعمل بايندنج حنستطيع ان احنا نعمل البكتيريا، وهو الفاكسين ده سيف وبروتكتيف، لكنه زي ما قلنا عيبه لمده 6 اشهر. اخيرا تعالوا بس نتكلم على الفايبريو باراهيموليتيكاس،
دي حاجة بنقول عليها إنها بتحب الملح بشكل كبير، هالو فيلك بتحب الملح بشكل كبير، وبالتالي لأنها بتحب الملح بشكل كبير فهي موجودة في الأسماك، وخاصة الأسماك اللي ما استوتش في الطباخة بشكل جيد. إيش اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فيها إنه البكتيريا دي اللي هي الفايبريو بارا هيمونيتيكس عندها قدرة إنها تطلع سايتوتوكسينز اللي هو هيت ستيبل. لو ما تطلع السايتوتوكسينز في انكوبيشن بيريد من 12 إلى 14 ساعة، إنه بيحصل حاجة بنسميها الانتيرو توكسيك اكتيفيتي، إن السايتوتوكسينز ده حيؤدي إلى فلويد أند إلكترولايت لوس، حصل دياريا، وكمان حيؤدي إلى عملية تيشو دامج، لأنه في معانا ما نسميها في معانا اللي هو سايتوتوكسين، فهو حيكسر الخلايا وبالتالي حيحصل انفلاميشن. لكن النقطة المهمة إنه سيلف ليميتنج، يعني بيخف من نفسه، يعني ما فيهاش خطورة سيلف ليميتنج بالنسبة لقضية الفايبريو بارا هيموليتيكس. كنت معكم فيما مضى حول الفايبريو كوليرا، تكلمنا عن الجنرال فيتشرز، تكلمنا عن المورفولوجي والكالتشر والباثوجينيسيس واللاب دياجنوسيس التريتمنت والبريفنشن، ثم تكلمنا عن الفايبريو بارا هيموليتيكس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.